من الوركشوب بتاعت البلوك تشين، فكرت ازاي ان هي تبقى مفيدة ليا في الخدمات بتاعت تطوير الخدمات الصحية في مصر وتطوير منظومة الرعاية الصحية. جيت النهاردة استفدت من الاكسبرت اللي جاي ده، الانتل لاب، هو من احد الشركات الكبيرة العاملة في البلوك تشين، وهو النهاردة نقل خبرة كانت سمارت ولايت متعلقة بإزاي إن أنت شخص ما أنتش مهندس بلوك تشين أو بروجرامر، وتقدر إن أنت من ناحية البزنس سايد تستفيد من الإمبليمنتيشن بتاع البلوك تشين. في الحقيقة إن عملي شغال في تطوير المنظومات الصحية، وعندنا ترانزاكشن كتير متعلقة مثلا بالإنشورنس، بالانتقال المريض ما بين المؤسسات المختلفة، فعلا البلوك تشين تقدر تسبورت البزنس بتاعنا، تقدر تسبورت السيكوريتي بتاعة المرضى بتوعنا والمعلومات بتاعتهم، ونقدر نتراك بيها الخدمات اللي خدها المواطن او خدها المريض وهو اتنقل من فين لفين، ونقدر حتى نستفيد يعني استفادة كبيرة في اكتر من دايمنشن جوه القطاع الصحي، اكتر من قصة الفلوس بس. يعني هي مينلي مبنية ممكن على الفلوس، لكن هي ممكن اي ترانزاكشن جوه الاورجانيزيشن نقدر نعمل له تراكنج ونعمل له ريكولينج بشكل اسرع، وده هيرفلكت على حياة المريض وفائدة المريض وفائدة المواطن، لان زي ما كلنا عارفين الصحة قراراتها بتبقى سريعة جدا وبتحتاج سكند وميلي سكند عشان تتاخد، فده بيأثر كتير جدا في خدمة المرضى، وأكيد هيبقى حاجة مفيدة في القطاع الصحي.